خير عليكم مشاهدينا، صح فطوركم صح شريبتكم، مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة لبرنامج العب مع ساهو مع قناة الحياة. حبيت نشكر كامل أوفياء قناة الحياة ومحبي سهيلة باللشب على وقوفكم ووجودكم وتفاعلكم مع برنامجنا، اللي بسبب تفاعلكم على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا وعلى المشاهدة والاتصالات هذوما خلانا نكونوا نمبر وان في هذا الموسم. ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يخليكم ليا. خلونا نذكر مشاهدينا بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة: 0561-632-32-13 0561-632-32-82. وشوفوا أول مكالمة، يلا نشوفوا أول مكالمة. يلا سامية من بسكرة. ألو سامية. ألو يا سامية، مساء الخير. نور صح فطورك. الله يسلمك، صح فطورك يا سامية. سامية نقصي التلفزيون تعيشي. سامية يا سامية، مكالمة بزاف بزاف سيئة. ألو سامية. ألو مساء الخير يا سامية، صح فطورك. لا بس الحمد لله، نقص التلفزيون. سامية تعيشي. للأسف انقطعت مكالمة لكل أوفياء برنامج العب مع ساهو، كي تعيطوا لي تعيشوا ونقصوا للتلفزيون. شفتوا المكالمة كيف كانت بزاف متشوشة. يلا خلونا نذكر مشاهدينا بسبونسرز لهم معانا. عدنا طاوس اللي قدم لكم أربع جوائز اللي هي صالون وصالون مونجي، وعدنا بورتشوسيغ، وعدنا بيرو أيضا مقدم لكم من عند الطاوس، تحية كبيرة للطاوس. وكاربين قدم لكم شامبور كوشي جد عصرية. عدنا ماكستور، وعدنا فاكير قدم لكم أجهزة كهرومنزلية. عدنا فيفاكوس اللي قدم لكم باك كامل تاع كوسميتيك لك يا سيدتي الاعتناء ببشرتك ونظافتك يا عزيزتي. يلا خلونا ايضا نذكر مشاهدينا بالرحله اللي مدتها 6 ايام الى تونس الشقيقه مع كاتا ترافل اجنسي. هذه الرحله لشخصين كامل التكاليف، وايضا رحله العمره الى البقاع المقدسه عمره لشخصين. هذه ايضا راح الرحله هذه راح تكون كامله التكاليف من وكاله الاسفار الزعاتشه، والايفون راح تربحوه في ايام العيد ان شاء الله مع قناه الحياه اللي قدمته لكم كهديه لجمهورها ولاوفياء قناه الحياه وبرنامج العب مع ساهو. خلونا نشوفوا مع بعض اذا في مكالمه اخرى. الو يلا يقولوا بلي ما كاش مكالمه، خلونا احنا نحاولوا نتواصلوا اليوم مع باقي المكالمات. يلا يا نورا كي تعيطي لهم، اليوم راهم هما يعيطونا. لا كاين في رقم زدت تبعته لكم اليوم. يلا أميرة من سعيدة ونقولوا ألو. ألو يا مساء الخير. سلام. وعليكم السلام، صح فطورك. الله يسلمك أمورة، صح فطورك. الله يسلمك، صافا والله بخير. إذا أنت بخير أمورك لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. عزيزتي راكي واجدة معنا؟ لا مانيش باين نلعب، غير باين نهضر معاك. كيفاش؟ قلت لك مانيش باين نلعب، مش باين نشارك، غير باين نهضر معاك. تهضري معايا؟ واو يا عمري، يلا واش تهضري لي؟ قولي لي. ما عرفتينيش؟ شكون؟ كامي. كامي كامي يا عمري كامي، كيفاش ما نعرفكش؟ تحياتنا كبيرة ليك يا كامي حبيبتي، وسلمي لي على جروب أوفياء سهيلة باللشب. هذه واحدة من الأوفياء لي صراحة، ربي يحفظكم إن شاء الله. يا عمري يا عمري يا عمري يا كامي، والله والله إني بعثت رقمك من بين الأرقام نتاع الناس اللي كنت حابة نتواصل معاك. أكي عارفة، الله يخليك يا عزيزتي. واش حبيتي تقولي لي؟ يلا ها كامي نيابة عن الجروب. بغيت نقول لك باللي يعطيك الصحة، فوتينا سيزون تاع رمضان شباب. الحمد لله يا ربي. فوتناها معاك غاية، ضحكنا لعبنا. يا عمري ربي يخليك. دايما نقارعوا لك في السهرة وكاع الشغل. وبكينا ومنشرنا. والحمد لله يا ربي. برك العام الجاي تاني كيما هكا وتكوني ماكثر، وإن شاء الله دايما هكا. ان شاء الله يا عمري ربي يحفظك، ان شاء الله ديما انتم واقفين في كتافي تاج راسي انتم، ربي يحفظكم ان شاء الله. سلمي لي على جروب اوفياء واحد واحد، ربي يخليكم. يوصل ربي يخليك يا حبيبتي. متاكده ما تلعبيش معنا؟
لا مانيش باغية. يلا يا عزيزتي، يلا شكرا بزاف لمكالمتك يا كامية. روحي انت، ربي يحفظك ان شاء الله، وتحيه كامل اوفياء اليوم راهم يودعوا فيا يا يما، اقسم بالله حد بكوني. يلا مشاهدينا مازالت الحلقة في أولها، خلونا نذكر المشاهدين بالرقم الظاهر أسفل الشاشة 0561-232-313 0561-232-282، وأنا كما كنت كما وعدتكم في الأيام السابقة وفيت بوعدي أنه راح نقدم لكم كادو اللي هو آيفون لكل متتبعي برنامجي وكل أوفيائي على تيك توك والإنستغرام، حطيت لكم الفيديو راه هو الأول، ادخلوا وعلقوا إن شاء الله يكون من نصيبكم. خلونا نشوفوا رشا. رشا من وين يا رشا؟ الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا رشا، صح فطوركم؟ الله يسلمك، صح فطورك؟ اكيد بخير والله، اذا انت بخير احنا بخير الحمد لله، يدوم النعمه ان شاء الله. ان شاء الله. رشا من وين؟ من سيدي بالعباس. من سيدي بالعباس، تحياتنا ليكي وناسنا في بالعباس، مرحبا. يسلمك ربي يخليك يعزك. الله يخليك يا عزيزتي. يلا يا رشا، راكي واجده باش نلعبوا؟ ان شاء الله ان شاء الله. وخلونا تفكر وشوف وجينجل. يلا يا رشا يا رنوش، خلونا نشوفوا الفيديو هذا. وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ نوري نوري. وعلاش كاع ما حبيتوش تفهموا اللي هذا يا بقرة السحري؟ مش بقرة جمتاتي. اسمعني، أنا ما يقدر يشوفني غير أنت، فهمت؟ غير أنا نقدر نشوفك؟ إيه بصح فهمني، واش تستحق عندي؟ أنت تستحق عندي مش أنا. يلا أكتيفي ودير الأمنية متاعك، خلينا نروحوا. يلا يا عزيزتي قولي لي، واش هي القوة اللي أعطاها جويجن للسلطان عاشور العاشر؟ ما على باليش، عاونيني. وش هي أكثر حاجة شي اكثر قوتي تحبي تكون تمتلكيها؟ باسكو هذه القوه انا صراحه نحب نكون نملكها. انك قوة تكوني خارقة؟ القوه خارقه، ايه قوه مش نورمال، انك تكوني قاعده تعرفي. ما عاونيني الله يخليك. هذه القوه تليق لنسى، حنا قرعاجين بزاف. انا قلتها لك. هاني قلتها لك على بالك، عطيتها لك. هذه القوه احنا نسا نحبوها بزاف، نحبوا تكون عندنا تاع نقرعجوا على كلش. انا قلتها لك السيطره. لا لا ماشي السيطره، نقرعجوا على كلش. انا قلتها لك تقرعيش. هي يعرف تعرفي. اها واش هي القوة؟ قرعتي تقرعي؟ يلا يا نور، قنعتك الإجابة؟ لا نور قالت لك ما قنعتنيش. هي ليها علاقة بتقرعيش بصح قوليها باللغة العربية هكا باش. هاي سميرة عرفتها، سميرة كويزين ما على باليش وشنو، والله غير عرفوها ناس تيك توك. تحيه كبيره لجمهوري على التيك توك، والله يستاهلوا، برافو والله انهم هم يعرفوا، يعطيكم الصحه. وش الاغنيه؟ تحية للمخرج يوسف أبوش والكامل الفريق اللي راهم رافقنا طيلة هذا الشهر الفضيل. نور يا نور يا حبيبتي، ماشي وقت، خلونا نستقبلوا مكالمات وخلونا نقصروا اليوم مع الفيبليك. يلا فاتحة من عين الدفلة. ألو. أهلا وسهلا. ألو مساء النور، واش راكي؟ واش راكي؟ والله غير لاباس، نسميك مليح، صحة رمضانك. الله يسلمك، صحة رمضانك وربي يتقبل منا ومنك. الله يسلمك وانت بألف خير يا روحي. لاباس؟ الله يسلمك. راكم ديروا في القاطو؟ راكم ديروا في القاطو؟ في الحقيقة درنا القاطو، درنا شوية. قولي لي واش درتوا، بالك عندك ندير أنا تاني. درنا شوفي لختي، درنا كارك، درنا حلو الطابع، درنا الغريبية، درنا المشوك.
بصحتك بصحتك. المقروط درتو ولا لا؟ كيفاه؟ المقروط المقروط درنا درنا المقروط. خلاص تحية كبيرة للمقروط ولتشارك وليكي. يا عزيزتي بصحتك تاكلي بصحة وراحة إن شاء الله. وعيدك مبارك إن شاء الله. يلا راكي واجدة معنا؟ عيدك مبارك. الله يسلمك وفيكي بركة. قولي لي راكي واجدة؟ إي راني واجدة. يلا خلونا نعاودوا نفس الفيديو ونشوفوه مع بعض. وشنو هذا؟ وشنو هذا؟ نوري نوري. وعلاش كاع ما حبيتوش تفهموا اللي هذا يا بكراس سحري مش بكراج متاتي؟ اسمعني انا ما يقدر يشوفني غير انت، فهمت؟ غير انا نقدر نشوفك؟ ايه بصح فهمني واش تستحق عندي؟ انت تستحق عندي مش انا. يلا اكتيفي ودير الامنيه متاعك خلينا نروحوا. يلا يا عزيزتي واش هي القوه اللي اعطاها جويجن باردون للسلطان عاشور العاشر؟ عام شويه في شويه. راني قلتها مقبله. التقرعيج. التقرعيج باللغه العربيه واش هي؟ التجسس. كاين التجسس وكاين هذيك هي يتجسس على واش؟ يتجسس على هذاك جويجو. لا لا كي يتجسس باش يعرف وشنو كي اكيد جسس كي جسس عاشور العاشر باش يعرف وشنو واش هو حاب يعرف الحق يعرف الحق من الباطل الحق من الباطل يعني هذه هي نور اجابتها صافا صافا يعني. الف مبروك ليك يا عزيزتي. يلا يا عزيزتي والله المهم قدرتي توصلي للفكره هو حب يعرف الحقيقه كامله اللي في القصر. خلونا نزيدوا ونشوفوا الاجابه مع بعض. ايه وشنو البوفوار هذا اللي عندك؟ انا نقدر نرجع لك كاع الناس يهدروا لا فيريتي الحقيقه. يلا يا عزيزتي كما سمعتي كان حاب يعرف الحقيقة. قبل ما نكملوا حلقتنا لليوم نشكر نجاة كاركو دو غاف اللي بعثت لي هذا الكاب وطبعا لاغوب لاني لبستها من تحت تاع فلونة كان تناسق بزاف رائع بيناتهم. تحية كبيرة اللي راهم واقفين على إطلالتي وبالأخص عزيزتي فلونة نقولها ثانك يو سو ماتش أيضا ليكي ولنجاة وميك اب سيسترز نايلة نقولها أي لاف يو سو ماتش ماي سيستر على وقفتك معايا. وأيضا قبل ما نكملوا وليد خونا مقران راه معانا في ليكيب وليده اسمه تحمان من نقول له هابي بيرثداي كل عام وانت بألف خير ويا رب ينعاد عليك هذا العام بالخير والبركة والعقوبة لم يتسنى إن شاء الله. يلا خلونا نوصل معاكم حلقة اليوم ونذكر مشاهدينا بالأرقام 0561-32-32-13 0561-32-32-82 وخلونا نشوفوا إذا في مكالمة أخرى. وسام البويرة يا وسام مرحبا بك. يا مساء الخير. كيفك صباح؟ لاباس الحمد لله. واش راكي وسام؟ لاباس الحمد لله يا ربي. قولي لي كيفاش رمضان غلبتي ولا غلبك؟ انا غلبته. اكي غلبت. برافو عليكي برافو بنتي. وراكي راحه دوكا تغلبينا وتجاوبي. لازم تعاونيني شويه. خلاص من عيني يقوس. خلاص نعاونك تزعفيش عليا برك. صح يلا خلونا نروح نشوفوا نور وش اختارت لك. كمل المثل وجينجل. يلا نشوفوا نور وش من يلا المثل الاول يقول انا نوصيك يا سعيد يا سعيد شويه لغه عربيه زعما انا نوصيك يا سعيد أنا نوصيك يا سعيد من عيني الزوج. أه؟ من عيني الزوج. لا لا أنا نوصيك يا سعيد وأنت 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 غمض عينيك. لا 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 اللي ما يشوفش كامل وأنت وانت مغمض عينيك. لا وانت في
وانت في ما تزيد. الا ما تزيد. برافو 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 برافو. انا ما عرفتش مثلها لك، مي الحمد لله وصلتك الفكره عزيزتي. الف مبروك ليك، راك فوتي معنا في السحب الاخير، وان شاء الله يكون من نصيبك هذا الجوائز اللي راهو معنا، واسمك يكون من نصيب الناس اللي راح تفوز معنا. خلونا نذكر مشاهدينا ان اليوم السحب الاخير مع الاسف، يعني خلاص هذا الشهر على خير الحمد لله. ان شاء الله نعود نتلاقاكم من بعد رمضان ونعطيكم الجوائز تاعكم اذا حبت طبعا قناه الحياه. وخلونا نستقبل ام اكرام من سكيكدا. الو الو، شو صح فطورك؟ الله يسلمك ام اكرام، صح فطورك؟ ام اسراء. ام اسراء هي. اهلا وسهلا فيك يا ام اسراء، تحياتنا ليكي ولناس سكيكدا. مرحبا بك يا عمري. يعيشك يعيشك. الله يخليكي. واش قولي لي، كيفاش 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 جوزتي رمضان؟ كيفاش فات عليك؟ والله الحمد لله خفيف. لا لا والله على خير. اي الحمد لله، ان شاء الله ربي يتقبل منك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يلا وان شاء الله تربحي معنا اليوم ان شاء الله يا رب. يلا وخلونا نروح نشوفوا اللغز واش راهو يقول لغز اليوم. يا نور، واش من لغز نختاره لها؟ على هذيك الزينه شفت فيها دمعه العوينه. تاع البارح، البارح البارح كان هذا المثل وما جاوبوش واحد، كان معنا واحد من واتسوف ما خلتوش نور في قلبي. كنت راح نتشوكا اليوم، كنت راح نخرج هنايا مشلوله. قال لك قال لك على هذيك الزينه شفت فيها دمعه العوينه. طلعت يا ما احلى نورها شمس الشموس. الشمس الشمس. ارتحت. والله ما تنفست من البارح اليوم وانا نقول كيفاه ما عرفهاش، قلت له الشمس طلعت طرت والو. يلا الف مبروك ليك يا عزيزتي، فتي معانا اليوم يا ام اسراء، تحياتنا ليك وشكرا لانك جبرتي بخاطري. الله يسعدك. وشكرا للنور طبعا وعبدو اللي دائما يحاولوا انهم يكونوا متساهلين معاكم ومعايا هكا باش نفرحوا كلياتنا. يعطيكم الصحه نور وعبدو. يلا خلونا بلا مزيه حبيبتي، الله يسعدك. يلا خلونا نزيد نشوفوا اذا في مكالمه اخرى. فاطمة من مستغانم. فاطمة الو. فاطمة يا فاطمة. فاطمة فاطمة اهلا وسهلا فيك فاطمة، نقص التلفزيون. فاطمة فاطمة الو. الو حبيبتي، صح فطورك؟ الله يسلمك يا فاطمة، صح فطورك؟ اسمك اسمك كما اسم ماما العزيزة، اسمك هايل والله. يلا تحياتنا الفاطمات وين ما كانوا. يلا يا فاطمه كي واجده معانا. واه نعم. واه واه، خلونا نشوفوا نور واش اختارت لك اليوم. يلا يا نور واش اخترتي لها؟ كافي الحياه وجينجل. يلا يا فاطمه خلينا نشوفوا هذا الفيديو مع بعض. مرحبا بكم مشاهدينا في عدد جديد من برنامجكم الرمضاني لكل ولاية حكاية. هذا البرنامج اللي يحكي على عادات وتقاليد مختلف ولايات الوطن. اليوم رانا متواجدين في ولاية ميلا باش نعرفوكم بعاداتها وتقاليدها. يلا يلا يا عزيزتي قولي لي، واش من ولاية زرناها في برنامج لكل ولاية حكاية؟ يوم سعادة. تقدري تساعديني؟ عبالك باللي قال الإجابة في الفيديو، كون ركزتي في الفيديو والله غير تلقاي الإجابة، بس قالها قال اسم الولاية، هي ولاية من الشرق. عم سمعوها عم ديجا يجاوبوا. ميلا. ميلا ميلا. برافو برافو عزيزتي. يلا خلونا نشوفوا نعاودوا نشوفوا الإجابة. اليوم رانا متواجدين في ولاية ميلا باش نعرفوكم بعاداتها وتقاليدها. هذه هي نور، شفتوها نور؟ هذه هي، هذه هي الستوتة اللي ما تخليكمش تربحوا ديكم طيط. لا لا والله والو. يلا تحياتنا لك يا نور وشكرا لبرنامجك الرائع اللي اتحفنا في هذا الايام المباركة، ربي يسعدك ان شاء الله ويجمعنا في عمل مع بعض. وعلاش لا لا نور تقبلي؟ خاص غير ما تقبليش. من شعر.
يلا يا عزيزتي تحياتنا ليكي ولكل مشتركي برنامج العب مع ساهو. مازال البرنامج مطول معاكم. حذيفة، يلا يا حذيفة من عين دفلة ما شاء الله. ايه حذيفة. اه مرحبا بك خويا العزيز، واش راك؟ لاباس الحمد لله. وش راهم ناس عين الدفلة؟ اه وش راهم ناس عين الدفلة؟ لاباس الحمد لله يا ربي. تحيتنا ليك والناس عين الدفلة، مرحبا بك. الحمد لله. يلا يا خويا برك نقص التلفزيون هكا باش تكون لابيل ريقلو. ايه صحيت حذيفة، قولي وشحال في عمرك يبان صغير؟ اه 13 سنة. يا عمري فكرني في ولد اختي سامي. يا عمري ربي يطول في عمرك ان شاء الله. يا اخي ماكش معي الماما. اه يا اخي ما تعبتش ماما برك. اه صحيت، خليك شطور، خلي لازم كي ترضى عليك ماماك والله الدنيا قاعد تمشي لك سهله والله. ايه وكي تكمل دوكا كي نكملوا روح بوسها، قولها سهيله، قولها ساهو هاي باستك، بوسها في جبينها. ايه صحيت ربي يحفظك. يلا خلونا نشوفوا هذا الفيديو مع بعض في تفكر وشوف. واحد ما يغلط، واحد ما يغلط. احنا غير قربنا للصطاد شفنا الغاش، عم بالنا جاو يرحبوا بينا، حتى ونشوفوا قلت جابوا لوكا فوق راس حميش مسكين. جابوها لي ديريكت فوق الراس، توجع مولاي، مزيه كان صافي معانا، درنا نخرجوا معاه. كيفاش ما نتقلقوش يا الوزير، كيفاش ما نتقلقوش؟ كليوباترا تقولنا رواحوا عندي وما تخافوا والو، وحنا كي نلحقوا لعندها نلقى الشعب تاعها يطير علينا وكسروا لنا كاع القافله ديالنا بلا حجر، وكي نقول لهم ورانا سيكيورتي الفرعنه زادوا يطيروا عليا وفجروني هنا. في الطيران ما خلوناش كاع نلعبوا، وزيد حتى ذاك الاربيت كان معاهم، نجي نديرتوش يطيحوا عليا بالسقله، وزيد في الليل زكاره داروا لنا صواري قدام الخيمه تاعنا. يلا يا خويا واش دار تبع عاشور العاشر ديجا؟ ايه تبعته. واش دار عاشور العاشر كي حقروا الفريق تاعو؟ هجم عليهم. وين هجم عليهم؟ وين هجم عليهم؟ وين راحوا لل وين راحوا للحبشة. برافو برافو زين، ربي يحفظك وليدي، سلم لي على ماماك بزاف بزاف. خلونا نزيدو نشوفوا الاجابه ونرجعوا ليكم. نديروا حرب بصح ماشي بالسلاح، نديروا لهم حرب في التراب. يا سكان المملكه لازم تديروا في بالكم بلي راني بنيت بون ايريا تاع الارض ديريكت للحبشه. بالنسبه للعواد تاعكم والجمال فيريفيو مليح باش ما تطيحوش اون بان. أنا مبسوطة قوي وأتمنى إن المقابلة دي تعدي في روح رياضية إن شاء الله. بس أنت مملكتك بعيدة وجبت جماهير كتير. يا كليوباترا مش قضية بعد، هذه قضية كيفاش الإنسان يقف مع الفريق تاعه، خاصة كي يولي لداره بالدم ومفلق ومكسر له القافلة تاعه. نظن إنه وصلنا لنهاية الحلقة. مازال؟ يلا قبل ما نروحوا مالا ياسين مناد بناد دماد. ياسين دماد وين راهو ياسين؟ تحيتنا ليك يا ياسين. ياسين دماد صح. ياسين 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 اسمك اسمك دماد. التحق بينا في اخر الحلقه معليش ماشي مشكل ياسين دمات تحياتنا ليك. لا لا سمح لنا والله غير هو اللي متعبينه، هذيك رايح بها جاي. سمح لنا خويا العزيز، ان شاء الله ما كناش ديرونجيناك برك، ان شاء الله غوستو وحشمان. ما على باليش علاش يحشموا مني ليكيب تاعنا بورتوني هايله معاهم. خلاص دوكا كرهوا مني مش يوالفوا بيا، غير يستناو رمضان وقتها يخلص. صح اقول صح نازيم كرهتوا مني ناوي. تحياتنا اليوم كامل الفريق اللي راهم فرحانين بيا، عطونا تحيات ما تبهدلونيش. يلا ربي يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله نلتقي ان شاء الله في اوقات ما احسن وفي برامج ما احسن. ورانيا طبعا رانيا سكريبت نوجه لها تحيه كبيره. رانيا حبيبتي ربي يحفظك ان شاء الله وربي يعطيك على حساب نيتك اكيد. واش نور بلا كاين كاين نور نور
اوكي يلا مشاهدينا ركزوا معايا مليح. الايفون 15 برو ماكس اللي تقدم لكم من قناة الحياة راح يتم السحب تاعو في سهرة العيد، اوكي صحه. راح يحطوا لكم في الصفحة تاعهم شريط وين تبعثوا لي زسامس تاعكم باش تكتبوا ساهو بالعربي والله بالفرنسي وترسلوها، وباذن الله حتى الناس اللي بعثوا لي سيلفي وهكا راح نبعث لهم وراح يديروا لكم كامل القرعه مع بعضكم ان شاء الله يكون من نصيبكم. ركزوا مليح، في سهرة العيد راح يتم سحب الايفون 15 برو ماكس الخاص بقناة الحياة، وراح يحطوا لكم شريط تاع لي زسامس تبعثوا ساهو بالعربي او بالفرنسي على الرقم اللي راح يحطوه لكم من بعد في الصفحات، وهكا الناس اللي بعثوا السيلفي تاعهم والناس اللي بعثوا الاسامس تاعهم كلهم نعملوا لهم سحب خاص فيهم، وان شاء الله يكون من نصيبكم وتستاهلوا والله يستاهلوا ان شاء الله الانسان اللي راح ياخذوه. اما بخصوص الايفون تاعي راح تاخذوه بسمانه من بعد، وتانيك راح ندير سحب مني ليكم ديريكت ان شاء الله تستلموه مني يدي ليدكم باذن الله. يلا هدى من برج بوعريريج. هدى يا هدى اهلا وسهلا فيك يا هدى. مساء النور، صحه فطورك انت زاد الله يسلمك. واش راكي فيهو؟ لاباس الحمد لله. واش راكي؟ والله فيهو قلبي راه يخبط مانيش مامنه بلي حشمتك. يا عمري يا عمري بالعقل بالعقل ما كاين والو ما كاين والو. عزك عندي 4 سنين وانا نعيط نعيط. 4 سنين ومنيتي نحكي معاك. يا عمري ربي يحفظك ليا ان شاء الله، ربي يخليك ليا. ادعي لي انا تاني ادعي لي ياك. والله ندعي لك نحبك فيه ومتابعتك انستغرام تيك توك. يا عمري ربي يحفظك ان شاء الله، متابعتك تشرفني وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم يا رب. والله الحمد لله نحبك كاع دارنا كامل يحبوك. يا عمري سلمي عليهم قاعيتي قول لهم نموت عليكم. سلموا عليك صحة رمضانك وصحة عيدك. والله يسلمكم صحة رمضانكم وصحة عيدكم وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. ان شاء الله يا يلا يا عزيزتي. أكي واجدة؟ ان شاء الله ان شاء الله. ما تخافيش ما تخافيش، انا تخافي مني؟ ايه انا يا خشتيني الاجابه نمدها كي صباح الخير. يا عمري يلا يا عزيزي والله ما انا نحبكم ربي يحفظكم ليا تاج راسي نتوما بكم اللي راه يمشي البرنامج قسما بالله. يلا راكي واجده؟ يلا خلونا مع الالغاز. يلا اللي مدور به الناس فيه زوج حبال بالقياس جنابو عود وكرشو جلود. سهد زددك 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 كيفاش سؤال سهل بزاف. هاي نور قالت لك راني سهلت لك. اللغز واش يقول؟ اللي مدور به الناس فيه زوج حبال بالقياس جنابو عود وكرشو جلود. دزدديك 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 اه بندير. البندير جيبي بندر عديانك ان شاء الله. برافو عزيزتي، شوفي كيفاش سهلنا لك وسهلت، وشكرا لمحبتك ليا وشكرا لكامل الناس اللي يتابع فيا وتحبني. ربي يحفظكم ان شاء الله. نقول لك الف مبروك وفوتي معنا في السحب الاخير عزيزتي. يلا يا جماعه وش عدنا يا جماعه في مكالمات اخرى. طبعا قبل ما نستقبل اي مكالمه اخرى نوجه تحيه لكل سبونسرز نعاود ذكرهم لانه اليوم اخر حلقه فحبيت نشكرهم كلهم. يلا يا مشاهدينا خلونا نروحوا لعند فيفاكوس ونقولها ثانك يو سو ماتش لوجودكم معنا. فيفاكوس كما قلت لكم من بدايه الحلقه انه دونتيفريز تاعهم تاع مسواك والله والله على ضمانتي الشخصيه هو ضامن ربي سبحانه، لكن عن تجربه كما نقولوا انه بزاف هايل. فيفاكوس قدمت لكم عده هدايا قدمت لكم لي باك بزاف، خلوكم اوفياء لينا ان شاء الله يزيدوا يفوتوا لكم كداعمين في برامج اخرى وتزيدوا تربحوا معاهم. ايضا الطاووس نوجه لهم تحيه كبيره على الهدايا على انهم دائما ايضا يكونوا معايا ومرافقين جمهوري العزيز هكا باش يفرحوهم ويفرحوني فرحتهم. خلونا نستقبل نصيره من الجلفه ونقولوا الو. مساء الخير. مساء النور. صح فطورك نصيرة؟ الله يسلمك. وش راه ناس الجلفة؟ لا باس الحمد لله. الحمد لله يا ربي، راكي واجدة معنا نصيرة؟ إن شاء الله. إن شاء الله، وخلونا نشوفوا نور وش اخترت لك اليوم. نديروا لغز. يلا. على اللي تصلي ومصرانها مدلي عندها عين وتمشي على رجل.
على اللي تصلي ومصرانها مدلي عندها عين وتمشي على رجل. هذو باش يتخيطوا هذو ما الابره. الابره. الف مبروك ليك يا عزيزتي، شاطرين الناس الجلفه، قلت لكم ضربوا الحمل الخروف تشوفي تامنيش كيفاش حتى يجيبوا الاجابه. تحياتنا ليك يا عزيزتي، ولا فكاد بزاف كان بزاف هايله. نقول لك كل عام وانت بالف خير، وخلونا نحكوا على بيلا ميزون اللي بعث لكم سيرفيس فيه 26 قطعه، سيرفيس بزاف فخم، زيني به الطابله تاعك اللي راح تكون ايضا كهديه ليكي من عند الطاووس. تحيه كبيره للطاووس، وخلونا نستقبل مكالمه اخرى عند كاربن. واحنا قاعدين عند كاربن نذكر مشاهدينا انه فاكير ايضا قدم لكم اجهزه كهرومنزليه لكم فقط، خلوكم اوفياء لبرنامجنا، مازال كاين دقائق ان شاء الله واسمكم يفوت للسحب. خلونا نستقبل خيره من الجلفه. الجلفه اليوم راهي طاغيه ما شاء الله. الو. الو، مساء الخير. لاباس. واش راكي لاباس؟ الله الحمد لله. انتي لاباس؟ لاباس الحمد لله. نقصي التلفزيون تعيشي؟ صحيتي؟ يلا يا عزيزتي خيرة. أنا. الله ينعم عليك. قولي لي راكم توجدوا للعيد؟ أيوا نوجدوا. واش درتوا قاطو؟ درنا مشويك ومقروط يا ودي. أنا كي تقولوا لي المقروط ندوب. تحية ليكي ناس الجلفة والمقروط وكل شيء والعيد وكلش. يلا راكي واجده؟ ان شاء الله. ان شاء الله على بركه الله. نروحوا نتفكروا شوفوا نشوفوا هذا الفيديو. ولكن لكن ماذا؟ ولكن عائلتي. لا تهمني عائلتك، ولن يقف في طريقنا احد. وفارق السن. لا يهمني السن، ما يهمني هو قلبك وحبك فقط. منك بالصح. عيا هيا روح تلعب عند باب داركم. هيا اعطي الريح رجليك يا خيط النح. كات كات كات. ميز بيانا بصراحه انت طلعتي من الموضوع شويه. يلا يا عزيزتي خيره قولي لي واش كان اسم الشهره اللي بينا في هذه الحلقه؟ عاونيني. بيونه نحي الواو ديريها الف. بيونا. بيانا. 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 قلتي بيانا. بيانا وشنو؟ شوفي بيانا، شوفي كلمه اجونس ونحي الا. جونس. بيانا جونس. بيانا جونس. او واو. هذيك هي هكا كاتبين لي الاسم تاعها بيانا جونز. الف مبروك ليكي بيانا ولا بيانا سي كيف كيف يعني بيونا بيانا. المهم الف مبروك ليكي يا عزيزتي، فوتي معنا في السحب النهائي وان شاء الله يكون اسمك من بين الناس اللي راح يكون لها نصيب في هدايا لليوم. خلونا نشوفوا الاجابه. ميس جونز. ميس بيانا جونز. ميس جونز. مساء الخير ميس جونز. من البوليرو تاع غافيل. يلا مشاهدينا راح نعادلكم، كانت توصيفيه نور توصي وتعاود باش نعاود لكم باللي الايفون راح يتم السحب تاعو في اول ايام العيد في سهره العيد ان شاء الله. لكن ما تنسوش انه قناه الحياه كتقول لكم تاخذوا سيلفي وتبعثوا الاسم واللقب وتاتاتي وتاتاتا، وهذيك الطريقه اكيد مازالها متكامله معنا، لكن في طريقه ما اسهل هكا سهلت لكم. راح تحط لكم الرقم اللي ترسلوا فيه اس ام اس شريط في قناة الحياة، ترسلوا فيه كلمة ساهو بالعربي أو بالإنجليزي أو بالفرنسي يعني لهذاك الأسماء لهذاك الرقم عفوا، وإن شاء الله يعملوا سحب ويكون الآيفون 15 برو ماكس اللي من قناة الحياة من نصيبكم إن شاء الله. خلونا نزيد نشوفوا نور إذا في عندها مكالمة، وإحنا واقفين عند ماكس ستور نوجه لهم تحية كبيرة طبعا. عفوا يا رم رايحين يلعبوا معايا؟ إلا غنيت معاه تعطوني كادو.
يا درا يلا اوكي اطلق. يا ربي وش هذه الاغنيه؟ يا لالال بلال يا لالال شغلني مش نسمع. ما زالني معاك انفاسي يلا. اوكي يا درب شو مش ديلي مش حفظتها. لا بطاطا لا خرشف لا بطاطا لا خرشف يا ربي بينا ونطفو سلك هذا الحاصلين. هذه وين صالحين وعلى ربي متكلين. عندي دخان شعرة ولا خرية كيف في بعرة والسيجارة عليها صعبة ما نعرفها علاه. أعطوني حاجة شوية أعطوني وحدة شابة حقرو انت يا نور كي حقروني باش انطقتي تبح... شكر باهي بام 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 شكر باهي بام. ديرونا شويه زعما حاجه تاع سسبنس هكا نخلعوا الببليك. لا جامي نبداو. خلونا نستقبل اول اسم لليوم. سندس من بسكره يلا يا سندس يلا فور تاع ماكستور الف مبروك ليكي يا سندس من بسكره. ونقول لك هذه كانت هديتك معانا لهذا الاسبوع. يلا نزيدو نشوفو يلا يا جليل يا درا يا جليل. صفاء من بسكرة ناس بسكرة راهم عندهم الزهر معايا. واش نعطوا لها واش نعطوا لها؟ يلا مبروك عليكي كارفن شومبر كوشي كاملة ليكي يا عزيزتي. ألف مبروك ليكي يا صفاء من بسكرة. عباكم شوفوا أني نسمع ان بو دريسبي. يلا خلونا نزيد نختار اسم واحد اخر. يا درا انا واش من ولايه تتوقعوا زعما؟ نور واش من ولايه تتوقعي؟ انا نقول لك من الغرب. ام يوسف من سطيف الف مبروك ليك يا ام يوسف. خلونا نشوفوا نور. نور شربحت معنا ام يوسف. يلا يا نور سا نور بحتي سالو اللي راني قاعده فيها. يلا يا مشاهدينا معليش تركزوا معايا شويه في لاريجي. ركزوا معايا شويه خلونا نفرحوا الببليك. يلا يلا خلونا نزيدوا نشوفوا. خيره من قصر شلاله مدفأة من عند ماكستور ألف مبروك لك يا عزيزتي. خلونا نزيدو نشوفو إذا فيه. يلا مريم البليدة ألف مبروك لك يا مريم. عندك فيفا كوست يا مريومة. تحياتنا لك ولناسنا في البليدة ألف مبروك لك لهذا السمانة ربحتي معنا. نزيدو نشوفو مزال نزيدو نديرو سحب. يلا شكر باهي بام 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 شكر باهي بام. جمعة من بسكرة ثلاثة من بسكرة يا عمري شفيت لها جمعة.
يلا وش ربحت معنا يا نور؟ جمعة 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 حسيتها كبيرة. عمرة عمرة أنا اخترت لك عمرة يا جمعة. ألف مبروك ليكي. ادعولي اللي روح العمرة يدعي لي. ألف مبروك ليكي يا عزيزي، تستاهلي هاد العمرة. يلا بقاو زوج من فيفاكوس يا درا. وفاء من وهران، ألف مبروك ليكي يا وفاء، ربحتي معنا فيفاكوس تاني، وشكرا لمشاركتك معنا. ايه نزيد واحدة أخرى. آخر فيفاكوس سهام من البويرة، ألف مبروك ليكي يا سهام. ألف مبروك ليكي يا سهام. نعم نتصلوا بجمعة؟ إيه مسكينة إن شاء الله تاخذها سربرايز. إيه ستريسيت، عيطوا لها. يوسف بعدها راكم تعيطوا لها؟ أنا نعيطوا الجمعة يا يما، خفت في بلاستها. لا مستحيل، يا ربي إن شاء الله تربح. يلا إن شاء الله يا ربي تكون من نصيبها، بركي عيطوا لها ويحكموها إن شاء الله إن شاء الله. ستريسيت يلا يا جماعة ريبوندي. حسيتها، شوفوا مشاهدينا، أنا حطوني بين اختيار أني نعطي لها فيفا كوست ولا نعطي لها عمرة، وكعاد في اسمها اللي عطوني أني أنا نختار، فاخترت لها العمرة وزدت حسيتها كبيرة باسكو شفيت نهار ما عندهاش يا ربي 3 جوغ ولا 4 جوغ من اللي لعبنا أنا وياها نورمالمون، صح نور؟ فراني استريسيت. يا ربي تريبوند، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي وترد. نور ردت؟ غير نستنى، ما قدرتش نهضر يا جماعة، نكتب عليكم راني مستريسية. أنا شفطرت اليوم، أمي سقسوا فيا، شافوا حكمني ستريس دوكا. اليوم كليت طرشي محشي، كليت غراتان، كليت تاكوس، ميني تاكوس صغير والله، غير تكليتي تاكوس والله ما كليتي تاكوس. دارت اختي فوفو، تحياتنا ليها اختي فوفو، ربي يحفظك. وماما تاني مسكينه عيات، تحياتنا ليها. اكيد يوسف ابوش والله غير قلبك ابيض، قال لك تحيه لكل النسوان المحاربات في رمضان اللي قضوا نص عمرهم محاربات الصحراء والكوزينه، تحيه ليهم والله يستاهلوا والله. يلا نقدر نروح لهيه؟ انا حبيت نروح نشوف جمهوري تاع التيك توك راه يستنى فيا، وحكمني ستريس، علاش حكمني ستريس؟ يا جمعة اللي يعرف جمعة من بسك راي يروح يعيط لها يقولها تريبوندينا، أنا نعيطوا لها. يا جمعة ردي، يا جمعة يا رب تريبوندي، يا ريت أنا جمعة. الصبر ما ردتش جمعة. أعطوني رقمها. أهي 59 57. أوكي نعيط لها وندير سبيكر. يلا يا جمعة، يلا يا جمعة، واه واه يلا يا جمعة. إن هاتف مراسلك مغلق أو خارج. كاينة واحد، شوفوا إذا ما ردتش
مدوها لواحد اخر الحين هكا ديروا. ان هاتف مراسلك مغلق او خارج نطاق الدعم. راني نعيط والله غير راني نعيط. اذا ما ردش نعاودوا نعيطوا لها يا اخي. انا حسبت لها حتمدوها لواحد اخر. مغلق او خارج نطاق التغطيه. عاودوا لي عاودوا لي النمر. ها ايه 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 هو يا جماعة. لا صبروا دوك يسون ان شاء الله. لا لا عندي ريزون فاتحة لايف. ان هاتف مراسلك مغلق او جماعة يرجى اعادة. يلا احنا نحاولوا نعاودوا نعيطوا لك. مازالت خلاص الحلقة لا وش راح نقول لكم. درت اللي عليا اني نعيط لكم. صح عندي طلب بسيط اللي هو اسك تقدروا تعيطوا لوكالة الأسفار زعاتشا اللي قدمت هذا العمرة انها تزيد تعاون وحدة تعطيها عمرة. ما تقدروش سير سقسوهم. لا عبدو سقسيه اذا قال لك مادا بيا. لا خطر كاينة وحدة شوف والله شفتها دوكا درت لها كابتور. عندي وحده ملي بدات الحلقه درت لها كابتور انه ماماها مريضه وحبت تتمنى لها عمرها. قالت لك قبل ما ربي ياخذ امانته. فعلى هذا الشيء نحاول نوصل الكابتور تاعها ربي يشفيها ان شاء الله. نوصل الكابتور تاعها ولا قدروا يبعثوها عمرها ان شاء الله. والله هذا وش ان شاء الله يوسف نؤجر كلنا ان شاء الله. يلا علي يلا مشاهدينا لحقنا نهاية الحلقة اليوم. كنا متمنين نفرحوا مع جمعة لكن للأسف ما ردتش علينا وسكرت تليفونها الله أعلم. كل غايب عذروا معاه. يلا إن شاء الله تكونوا فرحتوا معنا وأنا حنتوحشكم بزاف 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 بزاف. قولكم صحة عيدكم وتقبل الله منكم صالح الأعمال إن شاء الله. دمتم وباي باي.